وش ممكن تسوي لجنة المسابقات في الموسم الجاي؟ لأن الموضوع مو بزحمة على قولتهم اللي بعده، يعني زحمة. ما أنا ما أعرف شلون حيحلوا الالتزامات، يعني حنشوف التقرير بنرجع. تنتظر الجماهير الرياضية بمختلف ميولها وانتماءاتها جدول بطولة الدوري للموسم المقبل، وماذا سيكون الوضع عليه في ظل تنوع المشاركات بالنسبة لمنتخب السعودي أو الأندية، حيث سيخوض الأخضر التصفيات النهائية لقارة آسيا والمؤهلة لكأس العالم 2022 ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، وكذلك سيشارك في بطولة كأس العرب 10 للمنتخبات التي تستضيفها قطر نهاية شهر نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 من شهر ديسمبر. أما بالنسبة للأندية السعودية فسيشارك فريقا النصر والهلال في الدور الثمن النهائي لدوري أبطال آسيا منتصف شهر سبتمبر القادم، ولا زال الوضع غامضا في مسألة إقامة المباريات، وهل ستكون بطريقة التجمع كما حدث في دور المجموعات أم سيكون هناك قرار جديد يحسم الجدل في هذا الموضوع. وكذلك المباراة النهائية على كأس محمد السادس للأندية العربية التي سيقابل فيها فريق الاتحاد شقيقه الرجاء المغربي يوم 21 من أغسطس المقبل، وبعد ذلك هناك دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة الذي ستشارك فيه أندية الهلال والفيصلي والشباب وكذلك الاتحاد في حال تأهله لتلك المرحلة، وأيضا قد تكون هناك مشاركة في بطولة كأس الأندية العربية حال إقامتها الموسم المقبل. هذا كله سيتخلل الموسم الرياضي الذي ستقام فيه بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة لنهائي كأس السوبر الذي سيجمع الهلال بالفيصلي. لذا ستكون لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين وكذلك في الاتحاد السعودي لكرة القدم في اختبار حقيقي لتجاوز تلك المعوقات التي ستحدث، خصوصا أن روزنامة هذا الموسم ستعاني من ضغط المباريات نظير المشاركات المتعددة للأندية والمنتخبات، وقد يمتد ذلك بإذن الله في حال تأهل المنتخب السعودي الأول لنهائيات كأس العالم. الأمور اتضحت منذ وقت مبكر والفرصة متاحة خلال الفترة الحالية للعمل على حل جميع الإشكالات التي قد تحدث مستقبلا، فهل ستتمكن لجنة المسابقات من معالجة هذا الضغط بطريقة تحفظ قيمة وهيبة المنافسات الكروية، أم سنرى تخبطا يقتل جمالية كرة القدم السعودية؟